بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في مجلس جديد من مجالس العلم، ومجلسنا اليوم هو مجلس الحديث أو مصطلح الحديث، والذي أشرف فيه بصحبة فضيلة الشيخ أبي بسطام الكناني حفظه الله. أهلا وسهلا يا بحضرتك. مرحبا يا محمد، رفع الله قدركم الله وأحسن يكرمك شيخ، إليكم. الله يكرمك شيخ. الله يجزيك. سيدنا، كنا قد شرعنا في المرة السابقة والتي قبلها في تعريف الناس بالحديث الحسن، فنريد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن نكمل التعريف بهذا النوع من أنواع علوم الحديث. فنريد يعني أن نعرف أولا الضوابط التي ترقى بالحديث إلى رتبة الحسن، ما هي؟ نعم، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في المرة الماضية أن أهل العلم يذكرون بعض الشروط أو بعض الرواة المتكلم فيهم بما لا يخرجهم عن الاحتجاج، بمعنى إن الراوي يكون الكلام اللي فيه كلام يسير، كلام سهل، كلام قريب. نعم، واضح؟ لكن مثلا العلماء لا يجعلون الراوي اللي هو ضعفه ضعفا شديدا. نعم، يعني الراوي مثلا إذا كان متروكا، كان كذابا، كان فاحش الغلط، مثل هذا ضعفا لا شديد، مثل هذا نعم لا يعني يحتج أهل العلم به، ولا يجعلون روايته في قسم الاحتجاج أو في قسم القبول أو في حيز القبول، أو أن هذا الراوي يعني رتبته ترقى إلى درجة الاحتجاج. نعم، لكن أهل العلم مثلا ذكروا مثلا الراوي إذا كان سيء الحفظ، إذا كان الراوي مختلط، نعم، وروى الرواية قبل الاختلاط، طيب ووجدنا متابعا لهذا الراوي الذي روى عنه قبل الاختلاط، نعم، أو كان الراوي مثلا مدلسا، نعم، أو كان يعني مثل هذا اللي هو الضعف اللي هو قد ينجبر، نعم، واضح إزاي؟ نعم، أو كان في الإسناد مثلا فيه انقطاع يسير، نعم، كما قلت لك مثل هذا العلماء يعني كما دللنا عليه في المرة الماضية، العلماء يمشون مثل هذه الروايات، تمام، إذا جاءت من أوجه أخر، نعم، واضح؟ نعم، فيعني زي ما قلت لك كثرة الطرق يعني كذلك. ده كان هيخلينا نسأل سؤال، هل كثرة الطرق شيخنا للحديث تدل على حسنه لا، أو ليس صحته؟ إيه، ليس بهذا الاعتبار. نعم، بمعنى كثرة الطرق تعضد من الرواية، نعم، لكن في طرق كثيرة للأحاديث، لكن ومع كثرتها لا ترقى بالحديث إلى الحسن. يعني مش عشان الحديث روي من كذا وجه أو من كذا حديث أو من كذا طريق أن هذا داعم يدعم الرواية ويجعلها ترتقي إلى درجة الاحتجاج أو درجة الحسن. نعم، زي إيه مثلا؟ زي حديث من حافظ على أمتي 40 حديث. نعم، العلماء طبعا الحديث ده حديث روي من عدة أحاديث عن الصحابة الكرام، نعم، كتير جدا، نعم، وسلك كتير من العلماء هذا المنهج في الأربعينات من العلوم يعني. أي نعم، فالحديث ده ضعفه ضعف شديد، نعم، واضح؟ ومع أن الحديث روى كما قلت من عدة أوجه، نعم، وعن عدة صحابة، لكن الضعف اللي في الروايات دي ضعف شديد. طب انت فمع هذه العواضد، نعم، مع ذلك العلماء لم يرقونه إلى درجة الحسن أو الاحتجاج. طب انت شيخنا نفرق ما بين لما يبقى الطرق كتير تقوي الحديث أو طرق كتير تزيده ضعف؟ نعم، طبعا ده ملمح مهم جدا، نعم، إن كثرة الروايات زي ما احنا بنقول مش مظنة الاعتبار أو الاحتجاج. تمام، في طرق كثيرة تأتي لكن ضعفها ضعف شديد، يعني الراوي مثلا يعني تجد في إسناد راوي مثلا شديد ضعف، ضعيف ضعفا شديدا، نعم، أو راوي مثلا كذاب، أو راوي متروك، أو راوي منكر الحديث، ده في كل الطرق. أي نعم، كل طريق أو في كل حديث من الأحاديث تلاقي فيها
علة من العلل دي، أو نعم واحد بالشخص أو بالكيفية أو بالهيئة دي. نعم فاللي زي ده لما بعضهم يتابع بعضا الرواية تزداد وهنا، نعم تمام لأن احنا تيقنا وعلمنا أن هذا الحديث لا يصح من وجه من الوجوه. تمام لكل اللي رووا الحديث بهذه المثابة جميل جدا ضعفهم ضعف شديد جدا. نعم واضح؟ نعم وكذلك كما قلت لحضرتك هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، نعم من حفظ على أمتي 40 حديثا. نعم واضح ازاي؟ نعم. طيب لكن في برضو بعض العلل كما قلت لحضرتك قد تنجبر، يعني مثلا حديث اللي هو بتاع السواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. نعم الحديث ده رواه محمد بن عمرو بن علقمة، تمام، والراوي ده متكلم فيه، واضح ازاي؟ نعم لكن وجد له نعم. متابع آخر نعم. اللي هو محمد بن ربيع بن الحارث، نعم، فتابع محمد بن عمرو بن علقمة على هذا الحديث، فرواه عن أبي سلمة أيضا عن أبي هريرة. تمام واضح؟ يعني زي ما قلت لحضرتك مثلا محمد ابن عمرو ابن علقمة، الراجل ده على المستوى الشخصي ضعيف، بس الضعف بتاعه ضعف منجبر، نعم، ضعف يسير، سوء حفظ مثلا او اختلاط او هكذا، قريب من هذا، نعم. واضح؟ طيب وجد كما قلت لحضرتك وجد له متابع هو محمد ابن ابراهيم ابن الحارث، تمام، واضح ازاي؟ تمام. الاثنين ده وده رأوا الحديث عن ابي سلمة عن ابي هريرة، نعم. يبقى الراجل ده ما هو ده برضو زيه شبهه كده نفس الموضوع، برضو ضعيف شويه، برضو عله بس تنجبر بالفعل، واخد بالك ازاي؟ طيب الاثنين دول ضعفهم قريب، فاللي زي ده لما يتابع ده العمليه تمشي، تمام، يدل على ان للحديث اصلا، نعم. لكن لما يكون الراوي ضعفه شديد جدا هذا يزيد الحديث وهنا الى وهن. اذا الاعتبار بنوع العله، نعم صحيح، نعم واضح، نعم. فزي ما احنا دللنا في المره الماضيه ذكرت بعض هذه الانواع التي ذكرها اهل العلم، مثلا كما قلت ذكرنا في المره الماضيه ان الروايه يكون فيها نوع من انواع الانقطاع، نعم، او يكون الراوي مدلس، نعم، أو يكون الراوي سيء الحفظ، أو يكون الراوي متكلم فيه كلاما لا يخرج عن الاحتياج، تمام. اللي زي كده العلماء يجعلون حديثه من قبيل الحديث الحسن، لا سيما إذا كان له متابع أو يعني موافق على هذه الرواية من وجه آخر. جميل جدا. إيه؟ طب سيدنا عاوزين نعرف أو نتعرف على الكتب التي مظنت هذا النوع من أنواع الحديث. نعم. من الكتب التي هي مظنة الحديث الحسن، نعم، كجامع أبي عيسى الترمذي، نعم، رحمة الله عليه، محمد بن ثورة رحمه الله، وككتاب سنن أبي داود، كتاب أبي داود، نعم. طبعا الترمذي رحمة الله عليه هو أول من قعد أو أول من نظر لهذا النوع، أول واحد نظر لهذا النوع اللي هو نوع الحسن، يعني وضع، نعم، له اصطلاحا، نعم، وحدا معينا او تعريفا معينا، تمام. العلماء قديما كانوا يذكرون الحسن، نعم، لكن لم يكونوا يذكرونه بهذا الحد او بهذا التعريف، بمعنى، تمام، يعني وجد هذا الكلام، كلام الحسن، يعني العلماء يقولوا مثلا حديث حسن، نعم، وجد هذا من كلام الشافعي ومن كلام علي بن المديني ومن كلام البخاري ومن كلام ابو حاتم الرازي ومن كلام ابي زرعه الرازي ومن كلام كذلك يعقوب بن شيبة، تمام، وغيرهم من أهل العلم، تمام. لكن زي ما قلت أول واحد قعد لهذا النوع بنوع استقلال هو الإمام أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، كاصطلاح بقى، نعم، في آخر جامعه، نعم، بدأ يذكر شرائط أو شرطه في الحديث الحسني الذي خرجه في كتابه، تمام، وعمم هذا الاصطلاح، نعم، واضح إزاي؟ نعم. طيب لكن زي ما قلت العلماء قديما كانوا يذكرون الحسن بس مش بمعناه الاصطلاحي برضه، لا، كانوا يذكرون الحسن بمعناه الغريب، يعني ايه؟ يعني مثلا ابراهيم النخعي كان يقول رحمه الله، كانوا اذا اجتمعوا كانوا يكرهون ان يخرج الرجل احسن ما عنده او احسن حديثه. نعم. حسن يعني ايه هنا؟ حسن يعني الغريب، الحديث الغريب، الحديث اللي هو
مش صحيح يعني. آه الغرائب، آه غرائب الاحاديث. نعم واضح ازاي؟ نعم زي مثلا برضو قيل لشعبه لما لم تروي عن العرزمي؟ روي. نعم لما لم تروي عن العرزمي وحديثه حسان؟ قال من حسنها فررت. من حسنها فررت. فرر، مش معنى شعبه ان هو ترك حديثه عشان هو حسن الحديث، نعم لا، معناه ان هذا الراوي يروي احاديث غرائب ومناكير، فلذا تنكب شعبه رحمه الله عليه من الروايه عن مثل هذا الراوي، لانه يروي احاديث غرائب. أيوة. يعني الحديث ممكن يكون محفوظا من وجه، نعم، وهذا الراوي يرويه بوجه اخر مخالف او مغاير لما رواه الجماعه. نعم. فكثره خطأ هذا الراوي تجعل العلماء يطرحون حديثه. تمام. زي برضو ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله عليه في كتابه جامع البيان ذكر حديثا، حديث عمر رضي الله عنه، تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، نعم، وطلبه عبادة إلى آخر الحديث. نعم. أبو عمر رحمة الله عليه بعدما روى هذا الحديث قال وهذا حديث حسن جدا، كأنه غريب جدا. أيوة، حسن جدا. نعم. في عرفي أو في اصطلاحي أو عند أبي عمر، نعم، معناه أن هذا الحديث غريب جدا، لأن الحديث حتى العلماء لما اطلقوا عليه حكما قالوا حديث ضعيف جدا. يا سبحان الله. نعم. بل إن بعضهم حكم عليه بالوضع. طب سيدنا، أنا كنت سمعت مرة يعني، وبرضه حضرتك صحح لي المفهوم. الله يحفظك. الله يبارك في حضرتك. إن الإمام مالك في قصة يعني قصيرة، إن الإمام مالك سئل عن تخليل البراجم لم يفتي بها، فقال له أحد الطلاب أو أحد المشايخ، نعم، أن كيف تفتي بهذا وعندنا فيه حديث، فلما ذكر له إسناد هذا الحديث قال الإمام مالك هذا حديث حسن. نعم. وكأنه استحسن الأمر، إن الإسناد ما فيهوش علة يعني. نعم. والله أعلم. تمام. فالمعنى هنا هل برضو بنفس معنى اللي هو غريب من نوع الضعف، ولا حسن اللي هو يقبل؟ تمام. طبعاً العلماء زي ما قلت لحضرتك على ممر الأزمان لهم عدة اصطلاحات. تمام. بعضهم يطلق الحسن بمعناه الاصطلاحي، وبعضهم بيطلق الحسن بمعناه اللغوي. جميل. نعم. وبعضهم يقول مثلا عن الحديث انه حسن ويعني به الغرابه. تمام. فلذا يعني من الاشياء المهمه جدا ان الانسان يعرف اصطلاح كل امام وكل عالم. نعم. حتى يستطيع ان يميز بين اصطلاحات العلماء. نعم. الامام مالك رحمه الله، وهذه قصه معروفه جدا. نعم. ابن القاسم هو فيما احسب او فيما اذكر ان هو الذي قال له ذلك. واضح ازاي؟ الامام مالك فعلا لم يكن هذا الحديث في محفوظه أو عنده. تمام. فلما أخبر به قال هذا حديث حسن. جميل. حسن أي أن هؤلاء الرواة يقبلوا يعني في حيز القبول. نعم. احتجوا بحديث. نعم. يبقى هذا الحديث عند مالك على معناه الاصطلاحي. نعم. مش على معناه لا اللغوي ولا على معناه أن هو حديث غريب. جميل جدا. واضح إزاي؟ نعم. إذا قلت لحضرتك وهذا وجد في كلام العلماء القديم. نعم. منهم زي ما كما ذكرت الشافعي، وطبعا الشافعي تلميذ مالك. نعم. رحمه الله عليه. نعم. فمثل هذا كما نقول يدخل في حيز الاحتجاج او في حيز القبول. نعم. اي نعم. طيب باقي الكتب التي مظنت هذا النوع الحديث الحسن. نعم. زي ما قلت برضو ان سنن ابي داود رحمه الله عليه هو العمده ايضا كذلك والعده في هذا. نعم. والمرجع الى معرفه الحديث الحسن. الحسن. تمام. طبعا سنن ابي داود، طبعا ابو داود رحمه الله عليه لما صنف كتابه طبعا عمل رسالة في التعريف بكتابه اسمها رسالة إلى أهل مكة. نعم. عرفهم يا جماعة الخير، والله أنا شرطي في الكتاب بتاعي ده إن أنا شرطي فيه هعمل فيه 1 2 3. تمام. واضح إزاي؟ ده هنا هو وضح شرط بالفعل كده. نعم. واضح إزاي؟ فهو في أول الكتاب برضو أو في الكتاب بتاعه قال إن هو هيخرج بعض الأحاديث. الأحاديث التي خرجها وسكت عنه هي في حيز القبول، وما سكت عنه فهو صالح. نعم. نعم. واضح ازاي؟ نعم. طيب يبقى ابو داود دلوقتي هيخرج حديث هيحكم عليه انه صحيح، وحديث تاني هيسكت عنه. تمام. طيب وما سكت عنه فهو صالح، يعني صالح ايه؟ للاحتجاجي. تمام. طيب بس العلماء طبعا برضو لهم عدة تعقبات على هذا. نعم. طبعا برضو عايز اقول حاجة مهمة جدا. فضل. ان طبعا أبو داود رحمة الله عليه لما أملى الكتاب سمعه منه فئام من الناس، عدة رواة سمعوا منه. نعم. الكتاب.
تمام. مثلا طبعا من الروايات المشهورة المعروفة رواية مثلا ابن العبد ورواية اللؤلؤي. نعم. طبعا قد تجد في بعض الروايات ما ليس في الآخر، لأن أبو داود كان يلقح كتابه، تمام، يعني ما عملهوش مرة واحدة وسكت، تمام، لا، أملاه على عدة فترات وأملاه عدة مرات. جميل، واضح زي؟ طيب، فلذا قد تجد في رواية ابن العبد ما ليس في رواية اللؤلؤي. نعم، وده يرجع لتحقيق أبو داود في الكتاب. تنقيح. والتنقيح، نعم. زي ما الإمام مالك كان بيعمل مثلا، نعم. الإمام مالك كان برضه بيعمل كده. في الموطأ. بالفعل في الموطأ، نعم. فكان يملي بعض، كل عام كان ينقح بعض الحديث ويسقط بعض الأحاديث من موطئه. فطبعا الراوي يسمع الرواية أو يسمع الموطأ من الإمام مالك يروح بلده. تمام. ما يعرفش إن مالك مثلا ضرب على بعض الأحاديث التي خرجها هو أو التي رواها هو عن مالك. تمام. وسمعها منه. سمعها منه، واضح ازاي؟ تمام. يعني مثلا الإمام مالك كان يروي عن بعض الرواة المتكلم فيه. يعني روى عن عبد الكريم بن أبي عرجاء. لا، ابن المخارق، ابن أبي المخارق. نعم. ابن أبي عرجاء ده مضروب بالنار. ده ما يدعوه. نعم. واخد بالك ازاي؟ لكن هو كان بيروي مثلا عن زي ما قلت لك عبد الكريم ابن أبي المخارق. نعم. فالراوي ده متروك. فالإمام مالك مثلا أملى أو روى عنه في بعض الأحايين ثم تنكب الرواية عنه أو ترك الرواية عنه. فالجماعة اللي سمعوا مالك أو سمعوا الحديث من مالك في أول الأمر سمعوه بيروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق. تمام. طيب بعد كده الإمام مالك لما تنبه أو تفطن ضرب على كل أحاديث ابن أبي المخارق ده. تمام. طب والجماعة اللي سمعوا روحوا بلدهم ما عرفوش إن مالك ترك الأحاديث دي وبيروي عنه نفس الأحاديث. بالفعل كده. تمام. واضح ازاي؟ لذلك حضرتك تجد في بعض الروايات في الموطأ يعني تجد أحاديث مش موجودة في الموطأات التانية. أيوه. ليه؟ لأن زي ما قلت إن مالك كان دائم التنقيح. نعم. لموطئه ولكتابه. واضح؟ واضح. طيب، زي. يبقى زي ما حضرتك دائم من الأشياء يعني التي ذكرها أهل العلم على سنة أبي داود إن هو قد يسكت أو قد يتكلم في على بعض الأحاديث في رواية ولا يتكلم عنها في رواية أخرى. تمام. واضح؟ نعم. طيب، طبعًا الإمام ابن سيد الناس اليعمري. نعم. أو اليعمري ضبطين صحيحين يعني. قال إن الإمام أبي داود شرطه في الرجال كشرط أو شرطه في الكتاب كشرط الإمام مسلم، بمعنى الإمام مسلم معروف جدًا إن هو روى كتابه على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى اللي هو بيخرج ليهم احتجاجا زي مالك بقى وشعبة والجماعة دول والسفيانين اللي هم دول خالص بقى. نعم. دول يخرج لهم احتجاجا، بمعنى ان الراوي مثلا واحد زي شعبة ولا مالك ولا سفيان ولا غيره، الجماعة اللي زي دول لما يروي رواية ويتفردوا بها تفردوا مقبول جدا. تمام. واضح ازاي؟ نعم. فدي الطبقة الأولى. نعم. اللي هم فوق خالص. طيب، وفي طبقة تانية اللي هم طبقة في الوسط في النص، اللي هم ايه يعني فيهم كلام يسير، كلام مقبول، يعني لا يخرجهم عن حيز القبول. تمام. واضح ازاي؟ زي مثلا ايه لما هو خرج مثلا بعض الروايات عن ليث بن ابي سليم او يزيد بن ابي زياد. تمام. او ابن الهيعة وغيرهم يعني من اهل الفضل والعلمي، الرواة اللي هم فيهم زي ما قلت حاجة فيهم كلام يسير. تمام. فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. تمام. فأحيانا زي ما قلت لك لو ما لقاش الحديث عند الطبقة العليا ممكن يقبله منه ينزل بقى. بس خلي بالك ما الإمام مسلم ما بيرويش عن الطبقة التانية دول احتجاجا، لا، يروي له متابعات. ده شرطه في يروي له إما أنه مقرون وإما أنه متابع. جميل جدا. غير كده ما يرويش، ما بيحتجش بيه. لا. تمام. والطبقه الثالثه. نعم. اللي هم ايه اللي هم الجماعه اللي هم ايه متروكين يعني. نعم. او اللي هم ضعفهم مضروبين بالنار. اللي هم ضعفهم ضعف شديد. نعم. فالجماعه اللي زي دول الإمام مسلم روى عنهم بس لم يروي عنهم لا احتجاجا، انما روى عنهم استئناسا وكي يعلو بالاسناد. بس في حاجه بقى مهمه، ان الامام ما خرجش لأهل الطبقة الثالثة شيئا، ما خرجهمش خالص. بل إن بعض العلماء زي القاضي عياض والنووي قال لك لا، قال لك مسلم خرج للطبقة الأولى والطبقة الثانية، دول هم خرج ليهم
سواء احتجاجا او سواء متابعه او اقترانا، نعم ما خرجش للطبقه الثالثه خالص نهائي. قال لك لان مسلم روى الكتاب واخترمته المنيه ولم يخرج للطبقه الثالثه. يعني بعض العلماء برضو قال لك ايه، قال لك ان مسلم كان ليه 3 كتب. تمام. الكتاب الاول ده للاحتجاج، الرواه اللي هم محتجمين. نعم. الكتاب الثاني قال لك ده للرواه اللي هم ايه ضعفهم ضعف منجبر. نعم. الكتاب الثالث اللي هو ايه الجماعه اللي هم تحت خالص دول. نعم. واضح ازاي؟ واضح. فسمعتك. يبقى ابو داود برضو كان بهذه المثابه، لكن هو طبعا خرج حضرتك برضو للجماعه اللي فوق خالص اللي هم الاحتجاج، زي ما برضو ابو داود يا سيدنا. نعم. في حاجه مهمه، ابو داود خرج بعض الاحاديث هي اصلا في الصحيحين، تمام، وخرج بعض الاحاديث هي في حيز الحسن او الحسن، نعم، وخرج بعض الاحاديث التي فيها رواه ضعفهم ضعفا شديدا. تمام. واضح. فالكلام بان ابا داود رحمه الله عليه شرطه كشرط مسلم، شرط مسلم، كلام يحتاج الى نظر كثير وكبير من اهل العلم. نعم. واضح ازاي؟ نعم. طيب زي ما قلت لك ابو القاضي عياد بقى والجماعه دول قال لك ان هو ما خرجش للقسم الثالث شيئا خالص، ما خرجش خالص يعني. على الامام مسلم ولا ابو داود؟ لا، على الامام ايه داود، الامام مسلم، عفوا مسلم، الامام مسلم. اي نعم. وهو اصل القاضي عياض طبعا زي ما حضرتك عارف، نعم، ليه كتاب اكمال المعلم، تمام، بفوائد مسلم. نعم. فالكتاب ده شرح لصحيح مسلم، والنووي طبعا زي ما حضرتك عارف له المنهاج اللي هو شرح صحيح مسلم. نعم. شرح النووي على صحيح مسلم مشهور بكده، نعم، لكن اسمه المنهاج ايه، شرح صحيح مسلم بن الحجاج. نعم. زي برضو السيوط له الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تمام، هي السجعه دي. نعم. واخد بالك ازاي؟ نعم. طيب زي ما قلت، البيهقي بقى قال ان هو خرج للقسم الاول واخترمته المنيه عن اكمال بقيه الكتاب او بقيه الطبقات، يعني لان مسلم لو كان خرج للطبقه الثانيه دي في كل الكتاب كان كتابها بالضعفين. لكن خرج القسم الاول ومتابعات للقسم الثاني، ما عملهمش كتاب مستقل. نعم. واضح ازاي؟ واضح. طيب وكذلك زي ما حضرتك هو روى عن مثلا العطاء بن السائب والمحمد بن اسحاق بن يسار اللي هو صاحب السيره. نعم. وامثال هؤلاء العلماء يجعلون احاديثهم في حيز الحديث الحسن. نعم. واضح. زي عطاء زي ما قلت لك ابن السائب. نعم. او محمد ابن اسحاق ابن يسار. نعم. نعم. واخرج زي ما قلت ليث بن ابي سليم ويزيد بن ابي زياد وابن لهيعه او مجالد بن سعيد، لكن زي ما قلت لك روى عن هؤلاء اقترانا. نعم. لا احتجاجا. يبقى زي ما حضرتك قلنا ان ابو داود خرج بعض الاحاديث في الصحيحين، وخرج بعض الاحاديث هي في حيز الحسن، وخرج بعض الاحاديث هي في قسم المطرح او المطروح. نعم. واضح ازاي؟ طيب برضو كذلك سنن النسائي رحمه الله عليه احمد بن شعيب. نعم. النسائي من امتن اصحاب الكتب الاربعه، بحيث ان النسائي رحمه الله عليه كان شرطه شرطا شديدا جدا في الرجال، انه لا يخرج عن الرواه الذين اتفق على ضعفه، والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه ترك مذهب متسع. تمام. بمعنى ايه؟ قال لك طالما ان العلماء اتفقوا على ضعف راو انا مش هخرج له في الكتاب خالص. تمام. نهائي. تمام. طيب طبعا انت حضرتك عارف ان العلماء طبقات، بمعنى كل طبقه فيها متشدد وفيها متوسط. نعم. يعني قلنا مثلا شعبه وسفيان، شعبه اشدهم. نعم. طيب لو قلنا مثلا يحيى بن سعيد قطان. نعم. وعبد الرحمن بن مهدي، لا، القطان اشد من ابن مهدي. طيب لو قلنا احمد مثلا وابن المديني، لا، احمد ارفق الرجلين. لو قلنا مثلا ابو حاتم والبخاري، لا، البخاري ارفق الرجلين. نعم. فالنسائي رحمه الله عليه هو من أنظف الكتب الأربعة في الصحيح أو في الحديث أو في الأحاديث المحتج بها. الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي قليلة جدا جدا جدا. نقول كده سريعا جدا في دقيقة واحدة، يعني يا ريت في دقيقة عشان هم ما بيستعجلوش. لا، حاضر. نعم. تفضل سيدي. ربنا يعزك. كذلك الإمام البغوي رحمه الله عليه صنف كتابا اسمه المصابيح.
نعم المصابيح ده قال لك ان هو الاحاديث والباغوي اذ قسم المصابيح الى الصحاح والحسان جانح ان الحسان ما رووه في السنن رد عليه اذ بها غير الحسن. يعني البغوي لما صنف الكتاب ده قال لك ان كل الاحاديث اللي هو يحطها فيه الحديث اما في الصحيحين وده خلاص خلصان منه، نعم او رواها احد الائمه الاربعه اللي نعم هو في السنن الاربعه، يعني قال لك طالما حد فيهم روى الحديث يبقى الحديث ده حسن. نعم طب ما تبص تشوف اسناده، قال لك لا طالما هو خرجه انا احطه في الحسن وخلاص. تمام فطبعا ده طبعا توسع غير محمود، والعلماء ردوا عليه ردودا كثيره. فما رواه الامام البغوي رحمه الله عليه عن اهل السنن، عن احد من اهل السنن، يحتاج الى نظر ولا يقبله الناس باطلاق. بارك الله فيكم سيدنا، معلش الوقت حسنا. مر سريعا، ربنا يعزك، نكمل باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه. نسعد ان شاء الله. وجزا المشاهدين الكرام خير الجزاء على حسن استماعهم، على وعد باذن الله تبارك وتعالى بتجدد اللقاء. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.